راديو الأهرام يقدم حدوتة أغنية. حكايات وكواليس أشهر الأغاني والألحان مع دعاء جلال. أهلا بيكم أعزائي مستمعي راديو الأهرام مع أغنية جديدة من برنامج حدوتة أغنية. في حلقة النهاردة هنسمع ونعرف الحكاية والحدوتة اللي كانت سبب إن أغنية إجري إجري تطلع للنور. إجري 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 وديني يوم وصلني وصلني يوم وصلني ده حبيبي روح مستني. الأغنية دي اتغنت في فيلم يوم سعيد اللي اتعرض سنة 1940 من إخراج محمد كريم، وكان بطولة الموسيقار محمد عبد الوهاب وسميحة سميح والطفلة فاتن حمام. اللي حصل انه اثناء التحضير للفيلم سنة 1939 نزل المخرج محمد كريم اعلان في جريدة الاهرام بيطلب فيه وجوه جديدة علشان تمثل في فيلمه الجديد. وقع الجورنال في ايد الشاعر حسين السيد، وكان في الوقت ده ولا شاعر معروف ولا كان حد يعرف عنه اي حاجة، وكان مجرد شاب ما كملش دراسته الجامعية علشان يشتغل في تجارة والده بعد ما توفى وبقى مسؤول عن أسرته. بس هو كان بيعشق التمثيل، ولما قرى الإعلان راح على طول وقدم نفسه في المسابقة. اللجنة كانت مكونة من فطاحل، المخرج محمد كريم ومحمد عبد الوهاب، ومعاهم عبد الوارث عصر وسليمان نجيب. لاحظ حسين السيد انه هو بيمثل قدامهم انهم ما كانوش مركزين معاه خالص، وعرف انهم واقعين في مطب مش عارفين يطلعوا منه، وكان المطب عبارة عن اغنية مهمة جدا في احداث الفيلم ومش عارفين يلاقوا كلمات مناسبة ليها. وسمع حسين السيد وهو ماشي محمد عبد الوهاب بيقول لمحمد كريم: خلاص يا كريم نلغي الاغنية دي من الفيلم. وقف حسين السيد يفكر شوية، وبعدين طلب انه يقابل عبد الوارث عصر، واختاره هو بالذات علشان كان حاسس انه اطيب واحد فيهم. وخرج له عبد الوارث عصر من الأوضة، ولقى حسين السيد بيستأذنه انه هو اللي يكتب كلمات الأغنية. وتفاجئ حسين السيد بان عبد الوارث عصر بيصرخ فيه وبيقوله: انت مالك ومال الغنى؟ فقال له حسين السيد بانه كتب اشعار واغاني قبل كده، فسأله: ايه هي الاغاني دي ومين اللي غناها؟ ورد عليه حسين السيد وهو خايف بانها موجودة عنده ومحدش غناها. الفجر قام صاحنا الناس نور وخل لكن بالرغم من كده شعر الفنان عبد الوارث عصر بصدقه وموهبته، فمسك ايده ودخل بيه الاوضه اللي فيها محمد عبد الوهاب ومحمد كريم،
وقال لهم الشاب ده عايزنا نديله فرصة يكتب كلمات الأغنية. ومرة واحدة قام المخرج محمد كريم من كرسيه وهو بيصرخ في وش حسين السيد وبيقوله انتوا شباب الأيام دي متسرعين وعلشان كده مش نافعين، عايزين كل حاجة، انت عايز تمثل وتألف وترقص وتغني. وفي اللحظة دي حس حسين السيد ان خلاص الموضوع انتهى ومفيش أمل، ولسه هيخرج من الأوضة وهو مهزوم ومكسور لقى عبد الوهاب بيقول لكريم مش هيجرى حاجة لو ادينا له فرصة، اشرح له المشهد وإذا معرفش يكتبه مش هنخسر حاجة. بعد ما حكوله المشهد سألوه الأغنية هتكون جاهزة إمتى، فرد عليهم من غير ما يفكر بكرة في نفس الميعاد. وفعلا راح لهم في الميعاد اللي حددوا بالظبط ومعاه كلمات الأغنية: اجري اجري واديني أوام وصلني، ده حبيب الروح مستني. يا حبيب أتمنى رضاك، عهدت إني أعيش وياه في يوم منايا ساعة هنايا، خدوني منه خدوني تفاجئ الجميع بالكلام، وتفاجئ هو برد الفعل وإعجابهم الكبير بالأغنية. وقال له عبد الوهاب شيء بديع ورائع، انت قلت لي اسمك حسين حميدة؟ قال له لا يا فندم، حسين السيد. وألف الموسيقى الموسيقار محمد عبد الوهاب بطل الفيلم، وحققت الأغنية نجاح كبير ولا زالت لغاية دلوقتي بتتزاع وكتير مننا حافظينها وبنغنيها. خلصت حدوتة النهاردة واتمنى تكون عجبتكم، ومعادنا الحلقة الجاية مع حدوتة أغنية جديدة. حدوتة أغنية. حكايات وكواليس أشهر الأغاني والألحان مع دعاء جلال.